ومما سئلت عنه سئلت عن عباءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول انظر إلى بركة تلك العباءة. ما هي؟ هناك عباءة، تلك العباءة كما قالوا احتفظت بها عائشة رضي الله عنها، فأتى فقير فطرق باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يجد شيئا، فقال أعطيه العباءة، فأخذ هذا الفقير العباءة ونادى بها في السوق من يشتري عباءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمع الناس حولها لكي يشتروها، فسمع بها أعمى فقال لعبد عنده اذهب فأتي بها بأي ثمن فإن أتيت بها فأنت حر، فذهب فاشتراها. ثم لما كانت بين يدي هذا الأعمى قال يا رب بحق رسول الله وببركة عباءته الطاهرة، هذه جملة غير شرعية، بحق رسول الله وبحق عباءة وبركة عباءة رسول الله، هذه عبارة غير شرعية. قال ببركة عباءته الطاهرة بين يدي رد إلي بصري، فما لبث أن رد الله إليه بصره، فأتى مسرعا هذا الأعمى الذي رد إليه بصره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا بأن الله رد عليه بصره، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يزعمون، فقال انظري يا عائشة إلى هذه العباءة كيف أغنت فقيرا وأعتقت حرا وردت بصرا ثم عادت إليه، لأنه قال لا حاجة لي بها إذن فخذها يا رسول الله. هذا بها شمم وروائح الصوفية الذين يتعلقون بهذه الآثار، هذا بحثت عنه ونقبت عنه بقدر ما أستطيع، وأنا أجزم لما قرأتها من أول مرة جزمت في نفسي أنها ليس صيحة فليس لها أصل في كتب السنة، وأبناؤنا وبناتنا يدلس عليها. البدع لما تأتي يأتي بعضها اتباع بعض، والناس إذا استقبلوها وسبب استقبال الناس لها انصرافهم عن العلم الشرعي، عن تلقي العلم الشرعي من العلماء الكبار، هذا هو المصاب. يعني لا مذاكرة عند هؤلاء في المدارس ولا اهتمام ولا حرص، ثم بعد ذلك يكبر أحدهم وإذا به لا يتعلق بالعلماء الكبار ولا يأخذ منهم، والعالم الكبير ليس هو كبير السن، لا، هو كما قال ابن المبارك هو الذي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقوله، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما فهمه السلف.